زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب النمسا. وفاة امرأة وطفليها بسبب الجليد الأسود في النمسا. المستشار النمساوي يخطط لحظر مصطلحات الجندرة. فيينا تعتزم تركيب 60 كاميرا ورادار للتصدي للقيادة المتهورة. مطار فيينا يكتشف أكثر من 4000 مخالفة جمركية عام 2023. فيينا تشهد مظاهرة حاشدة لدعم الديمقراطية نهاية الأسبوع. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مدينة سانت يوهان في تيرول في الساعة 4:50 صباحا يوم الثلاثاء دون وقوع أضرار تذكر. وأثار الزلزال حالة من الذعر، حيث سجلت خدمة الزلازل النمساوية أكثر من 700 تقرير من السكان، حيث يعتبر هذا الزلزال الأقوى في سلسلة الزلازل الأخيرة في المنطقة، وكان مركزه على عمق 5 كيلومترات، ولم ترد تقارير عن أضرار كبيرة مع تسجيل عدد من التشققات في الجدران، وأعقب ذلك تسجيل 55 هزة ارتدادية. أدى انخفاض درجات الحرارة في النمسا إلى تشكيل الجليد الأسود على الطرق والأرصفة متسببا في حوادث عديدة، حيث توفي أم وطفليها في تيرول بعد انزلاق السيارة بهم واصطدامها بحافلة. وفي برج اللاند انزلقت حافلة مدرسية مما أسفر عن إصابة 8 أطفال. وفي شتايمارك تسبب الجليد في انزلاق شاحنة خدمة الطرق. وفي النمسا السفلى سجل عددا من حوادث الطرق السريعة. وفي تيرول أغلق عددا من الطرق بسبب الشاحنات العالقة بسبب الجليد، حيث كان في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تأخير في حركة المرور وأحوال الطرق. أعلن المستشار النمساوي كارل نيهاما عن عزمه إلغاء أساليب الكتابة الجندرية في الخطابات الرسمية حتى عام 2030، وذلك استنادا إلى النموذج البافاري. واعتبر نيهاما ذلك منطقيا، ومن المتوقع تقديم الاقتراح في خطابه يوم الجمعة، وسينطبق ذلك أيضا على في المؤسسات التعليمية، حيث يدعو نيهاما إلى حظر سوء استخدام اللغة الجندرية. ورد عليه حزب الخضر بالتهكم، معتبرا أن الاقتراح مغامرة غير ضرورية، داعيا الحزب إلى التركيز على قضايا أخرى كحماية البيئة ورعاية الأطفال. تعتزم مدينة فيينا محاربة القيادة السريعة والمتهورة من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المراقبة الجديدة. وستقوم بتثبيت 40 كاميرا مرور و20 صندوق رادار جديد بتكلفة تصل إلى 3 ملايين يورو في السنوات القادمة. ويهدف القرار إلى تعزيز المراقبة في المسارات الشهيرة في المدينة حيث يتجاوز السائقون السرعة. ويأتي هذا في سياق زيادة الحوادث بسبب القيادة السريعة، ويذكر أنه تم تسجيل أكثر من 26,000 مخالفة في العام السابق 2023. شهد مطار فيينا في العام الماضي أكثر من 4000 حالة اعتراض من قبل الجمارك خلال ما يصل ل 49,000 عملية تفتيش. وسجلت اكتشافات 113 كيلوغرام من المخدرات ومليون يورو نقدا غير معلن عنها، و 15,000 دواء غير قانوني، و 3.8 طن من الأطعمة بسبب قانون الأمراض الحيوانية. ووصف وزير المالية ماغنون برونر مطار فيينا بنقطة ساخنة للجمارك مع زيادة محاولات التهريب،
وأشارت الجمارك إلى تحول في طرق التهريب بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. أعلنت العديد من المنظمات الحقوقية في فيينا عن مظاهرة تحت عنوان الدفاع عن الديمقراطية يوم الجمعة كردة فعل على التطرف اليميني. وتأتي هذه الاحتجاجات استلهاما من نجاح التظاهرات المشابهة لها في ألمانيا بحدث بات يعرف بمبادرة الوقوف ضد الخطر اليميني. ومن المنظمات المشاركة كان فريق Friday for Future وBlack Voice ومنصة سياسة اللجوء الإنسانية وأيضا بدعم من SOS Mitmensch. ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة من أمام البرلمان في 6 من مساء الجمعة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.